على رب أعدائكم
القرآن ومرسل كواكب آيات نبيه محمد لما بدأ بالآن من دول مدرك وما يبتغي الأرسال ممن أجله كما شاء مولاه وأسنى محله وقد جاءه بنور يظهر بدله كتاب عزيز أعجل الخلق كله وكم ملهم بالله لجا ولم يكي أيها قريب بكلام مولد دائرتك وتسهيل حقيقات مرشد وأنش إلى أفراد لجا ولم يكي فلكنا بمري الهاشمي محمد واسمه هدى الغريب إرقام المسكين مبلغ أمر الله من غير شبهتي على الرجل الله يعاب بسامتي ولما صرفنا نحوه كل وجهتي كشفنا به عنا تجا كل شبهتي فما تهدم الأنوار في الظلم الملكي مدعناه مجنا منه غايته ولكن وجود الفقير بين عيته بذكر حبيبي يظهر الشمس عيته قدمنا بنا الدار عنه شكايته ولكن بعيد القرب لو انه يشكي فانا صبري وعقد تجلدي ولا شيء الا القرب ياخذ باليد ويموت بي يوم نشري لموئلي كبائرنا تمعى بجاه محمد الى راشد الالباب في الموقف الكمكي هناك الى بالماء صداقك ويسلم من حبي سيل الغلق على العزيز نفسه كان المصير المصير بمدئه طريق اخر هلك الى البرج صلاه وتسليم على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي ابي على قلب الحاج الشرعات ديونه وللشيخ اهل ينبغي ان نصونه وما الله والغيب يمد دونه لكي بعد النور تغفر الشمس دونه وتغفى وجدالي بها الحس والنمل كما المصر ما دان لله دائر لمن فوتي البواد منه المدائر لمن لم يكن في غير حق يلائم لغير الورى من كان او هو كائن وافضل مذكور له الهب والوصل كريم كرم السيد والمؤخر العلا لهم قادم يعلو على النعم منزلا حيا لهم قدرا وافضلهم اولى لباب ولباب الجود والمجد والعلا فقد تاب منه التاب هو الفرع والاصل فاما خروج المشركين فالا واما دماء المعتدين فضلا واذهب اعقاد الصدور وصلى لو جمع الله الفدائل كلها فمقداره يعلو وتذكاره يعلو وكم بعد الارهاب وهو زائر وان زاد متعب وشك منافق فمن فاسد كل جميع الحقائق رسول الله في العرش خالق وهل تات والا نبي ورسول له الكوثر المروي بفضل مياه من اقتصى بساد حكم الهي فلم ينعم ارشاده لسبائه لذلك لا تلعلمون بجاه وقد تاك الالباب وداهم الابل المرسلين اضطرابه وما لي ولا يوم البعيد مصابه سواه وكل حال حالته كعبه لكل نبي دعوه مستجابه وعمار يبدو في شفاعته فضل ومن ذا الذي يعلو هناك كاحمد يقوم مقام الحمد يبلغ موعدا قد الله في دارين ان كان سيدا ليالي انوار وأيامه هدى وألفاظه حكم وآدامه أدلو إلى شافع الدهر
من خلق مهنته وحل لأصحاب الكبائر جنته قد انتهى ولكل جنته لمقداره بين نبيين مكنته الإسلام يبدو به الفرد والقصر ولما ولا يبقي الحقيقة جاهدة وشمع العنقر نسياد سائدة ولم يك إلا قائل الحق قائدة نقوه بأفاق السماوات سائدة إلى مستوى ما له باشر قبل مقام رايتك هذا بعد غايتي إلى أن رأى الرب أكبر آياتي وأصبح مخصوصا بالمدراية نورات الأرواح نور الهداية في الأسفل وانتظم الشمل بأطياب من زكى وطيب أنايب لمن جل عن زامي وعن عيب عائب لأرواع بني البيج موتي رائب لكفي في الأعواء أجل سائب ومن بجري مرقو ومن بجري وبلو أبعد به مولا علينا امتنانه وطولنا إحسانه وحنانه فأصبح مما عزم الله شأنه لو اجتنم كفه فما به ظلمه ما سوى المرء ولا ذنب الفقر خرجنا به من كل ضيق وغمة دخلنا به في ذيل أمن وعصمة أتسنا به لله أصبع نعمة لإقنا به سباق من كل أمة ولولاه كان البار يسبقه الكل حرمنا به الإشراق على مصدمة رفعنا به في صدره كل ملمة رفعنا إلى إرشاده كل همة لدانا إليه أمة بعد أمة فأسامر الإحسان وفنا إلى الزوم جراه في القلب مني أما دمي وذنبي يا بابي رفاقي تقدمي وما بان عن فكري ولا زال عن فمي فلا يجب على هوى كل مسلم فهمنا ودفا كما دفت النمل من الله أرجو أن يسندي قربه وإن عاقبكم كدر الله شبه تراني الوسيمة فيوتر حقه نزلنا بأبواه الخواتير تربه فيا ليتنا ممن مقبل النعل لا غيرنا إيران فؤادي وفكره وغايه منزل ان يفوز بذكره ولو سقنا والباب لفزت ببره لقد هال تسويقي بذروات قبره وفاز به قومهم لي رداء نور اسرار المولى تحرك بينهم ويحرك عليه الهوى بيدينه ويغرب العصا البعد عن مشينه لعل وقت الحال بيني وبينه ولله دم في فاد الغروب وقلب من نار الشوق يزكى نهيبه وعيش الغريب الى اخر اليوم لئن كنت بقناه لفرفوز نقطه فاني يبت لك شوق بلا اقل صلاه وتسليم على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي ابزي غير القلب فاداه جودة وللأنس وما سأله جيب عيدة وأنشر وفيه قفا ومودة يقول بلاد رسول الله بلاد وأودة ومثاله بالخير والأوت عظم على إن للنصاب آمال سمت يقدم ذكره لدى الله قربة وتودي له والبير أبدى مغبة مدائه مملول الفؤاد محبة تجمهم شوقا ودموعه مترجم على إن أسراب حسن غيرا ومشهدا وأثبات فخرا ومجدا وسودا وأرقاه قلبا وأداه مهدا وأعمال المختار على وأجدا وأشرف ذكرا وإن كان من عمر هو الحد من أمثاله راجها الأسى أسابيز وبسيف عماد من أسى وألقى من التسيار في سدرة الأسى مناقب
المتشوب والطرب والحسب والعافية والأمر أعلى وأفغم والصادق المصدوق سرا وجلجل والشمس إشرقا والبدر مرمزا عليه سلام الله مشيا مفردا وواهبك الوعد كتبا ومسكتا وضمرت إلا بشهوبا تقدم له الكف بفهمك الأيام تتفق له النزول يدك الأب المترفق أجل عباد الله قدرا وعطيق معانيه لا توزع برسم ومنطق ولو لم يغب العاد كف ولا قم ألا بعد ما سمع الهدى بسنته يا رحمة المهدى بحاجة مسنة أتانا بها نورا لكل ذجرة مطاب من الجنسين إنس وجنة فمن لم يجيب الفهد صاف مصمم وعلى على كل غنم مسول له الفقر يبقى والغلا يتأبد تكفر منه في رسالة أول معان بتوفيق الإله مؤيد مناجى بأسرع الحقائق ملهم فمن الذي يعوي من الفضل ما هوى أليس الذي ما تلقته وما غوى فبالغرفة الأعلى كما كان مستوى منزه مسرع الفؤاد في الهوى هداه فلا يدخل وشف هو الهدى وشد عليه القلب ويهاب واليدى يقلص منها هنا وكذا غدا مليء بإنقاذ العباد من الردى وقد ذكرت أدنى وأجل جهنم وكل من الإسياد قد كان كريتي والمنصفى من بينهم بمزيتي وأذابت الأنفس في العزلية فكان عروس الله غير خفية وسيدهم هذا المحب المكرم لآياتي منهم على كل آية وحيث انت منه كذا في بداية وأذابه من سابق وإناية مدار في أهل المال لا يدوى يدي فما أهل قدامه يتقدم ناهيك بمن كان جبريل مثله أشاق البوء بالنور إشاق بطنه وأسرى ذلك كمل الله سنه فلاقيه بذكرى للنقد بأنه على كل مخلوق سواه مقدم عن الحارس الوقت من الشر خيره يؤمل منه الناف يؤمن ديره يا أم الولى إن أطلق الغيث ميره من المرتقي فوق السماوات غيره ومن ذا المناجي والبرية نوم النار أشواقي إليه وما غبا ولملا ولنفسه سواه به أبا وكاذبه في العالم الغلم قدما ملائكة سبيل باقي تبرما إسرائيل كل عليه يسلم مقادر للمصطفى حق قدره وقاموا له بالحق من فور بره وجبريل أسره بتأسيس أمره مداه قصير عن لواهيد غيره وليس إلى الشمس المنيرة سلم ولما سفعوا راه من عباده فتقاره في ذاته وفقاده فجرده سيفا لفريه بلاده تغنى فهو من ذي جلال سلاحه زغل فازغت أفعاده وأقباؤه وما شبه تمتاز في الفضل باعه منار هدى يهدي قلوب شعاعه إذا لم تل شمس ولم تبدو أنجم وإلا له نار نعيم وغلفا فعنا لمن وعود بها وتزخرفا وكم فوق أجرها لها وتشرفا من الدار لما أتاها ووقفا من الله أرجونا تشملي بشملي وإلا قد هو أبله إسرقا لي وهبوا على النعي تزمدوا بأبلي
من كل نفس لازم أثرنا عليه وفي الناس من يوتى منه ويورم صلاة وتسليم على قبر أحمد وقبر أبي بكر وقبر أبي رزيق حيا دائم مسيح عن اللوم عوديني وخالق وإلا إن أقلت فسعيني فما تكون من إلا ولا أنا من ذلك نئمت بذكر الهاشمي محمد سعادة جماله الأرض والمعنى ولما كان للهاب في الياد ملقيا نعى ليلة الإسراء أن ترقيا فكان ذنوب القاب قوسين أو أدنى ولله إذا كان في جانبه لمريد ما سبى وتبيبه ثاني الله وهادي منيبه نبى له مطامير قرب حبيبه لا تبدو القلب إلا رب الجنة ووجهه لله أسلاف وجهتي أما قال من كل خاس وحفظي فهذا وجهد جمعك بلزاتي نهار هدى لم يدى ليل سبحتي فلان فالعاب يقدموا لأد أمنا والله الأعلى على كل مغتلين والآخر سامي على كل أغفرين مبدل عزيز به من مبتلين نقدمه نصا على كل مرسلين ولا خلق يستثنى ولا خلق يستثنى فلنا فوقعنا بنور هدايتي نزلنا به من إذن كل غوايتي نزلنا فلم نزل له إلا آيتي نقلنا له أنسى آيتي وأن تنظر الأذار في روزة الغنى فهل بعد مسرع للإشارة في الشرع وهل ينكر الفضل النبي من أرى وهل هو إن البعض يدلو لا هنا بنا وسوى بنا النخر أقايد الأوهار وأرزقنا لنا فما سار عن أمداده نجم الجنة نصلي في مرضى إبراهيم أصلنا بعفو الله عن سوء جرمنا يوم الحساب لإلمنا لأن له جام بأمته يغنى من جاءه فالله يغفر ذنبه لا نار إلا النور بالهان قربه ليس ليوم العهد والوزن مقه ويجيب رئيسانه الله نفسا في النفوس كريمة فأدركه فكان عليها
عزيمة فقالت ودم العين يعمى أديمة نحب رسول الله دينا وقيمة ولله ومرآه على الإنس والجنة عدد ما له الله يربص في سبيل وعدائي أنكر لنفسي وسبيل ولو أننا ممن يقوم بشرير نزلنا على الأسماء من دور مريض سلوكا خلق الله وقد راجع الرسنا نقر بها للمعد فيه عيونه ونجمع شتى واسفه وفتونه قريبي قلب لم يفارق سجونه نبذت جميل الصبر في العيش دونه وقلت الى كم يصبر الكالف المدنى بعودته الزور حليب سفر فإن أسباب الولي مرجة نبعد في ذهب ليزيد ونفات نبيل لها شوقا ولنا بها أذنا وللنفس في الأسماء بالقصر متعة يخف بها ويل وترقى دمعة من أي حبيب حبه دار شرعة نأت دار عنا وللقلب دمعة فيا ليتنا إلا نعاير قدرنا ونصب لله من خير رسله رأينا لولا قبل لمثله فنحن بشوق النساء وسيم يا زال العليم ومن فاته المعبوب هلنا الى النعمى صلاه وتسليم على قبر احمد وقبر ابي بكر وقبر ابي عبد فاذكروا الله الهي يزدكم ايوه ما قالتم ما لديه يزدكم الى جمولاتكم ولن ما اجدكم اقولي يا اسماء قلوبي ابركم فلما نتلو الباب بذكر محمد فما شئت من فقر سميم وسودد لقد سبقت به مقالات منشد هدى الله على الآن ثورا بسيد عبادا بكفاه وحسن اكبر دموع الهوى من شوقه ليس تلقوا ولا منه الافهام ولا قوة وصاب الاجسام والرد عنه رلال الهدى من كل نفس مبرر وعيث الندى عن كل عجز منزه على انه بحر من العلم زاكر عن السوء والفحشاء نايم وزاجر وبالعدل والاحسان القادم وقادر عبدنا والنوم للقوم قادر فلا قادر يعشر ولا فكر يعمه ولما امتقينا وهو كل كادي من العزم نعدوها اليه بمرادي قد انفاق منها بابلاغ نجادي اخذنا بان نرجى كل شرادي فماذا سيجري اليه المنوع قبلها بشرف يستقل بنفسه قبل المصطفى ريب لمن بباسه سبابة سوء الماء تسال لنفسه إلى ضم الرئات تركا لباسه وألسن للدار لا تتفوه نفوس البلايا لا تذيب بدائه رسول ذا أمضى هنا وسمائه فماذا سيقيم من سنائه وقبور يا الناس ذات لوائه يحيل على ان المكانات عروه يا ربي الغاب بدائه ناديه ومن قبل وإخاء هدى لرساله وشاهد مولاه بنور فؤاده هداه مبين يوم ولاده ينبه بتوحيد السماء وينبه وجا فاغد وقت الملائكة جمله سما فراء السماوات مزه وكل منه بالله إياه وده هو المستوى للهب والقرب
وعده وليس له في الإنس والجن مشرك وجيه العظيم الشان في كل مشهد فقد سال بالمعمور كل مسود وفي المعلى الأعلى له أي مسعد هنا فنجاه الهاشمي محمد على أنه قد هنالك أوجه بذكره في الدنيا قصر قلوبنا وقد يوتق الهرمان في طي قلبتي وكان واهدري بالمنى مثل غيبتي أممت بأمالي مطي لطيبتي وللهادي أظن لا يزال يناميه بمره رسول الله أهدي وآتدي وأرمان الفتاة من كل ملحد وإن دار الفتاة من منشد I'm a
إلى الحق قبل الوعي أخباركونه وأسار فيه قلبه واجبونه وقور جمع الطول منه سكونه وديع المعي ياسر التفدونه ومن لا يئس الشمس في رونق صابي ما سر في ساب عيه المبتدا من الباب رسل سادر لي سدى سدى برده التقوى ولم امر هدى وقال به الله فلا ناج وردى ولا شبهه تغوي ولا نفاد تدوي كل ما بين فردي وسنتي وما من لهي بالنار آسان جنتي على رب الأفاق رماه بجنتي وهل هو إلا مزنة فوق جنتي ومن نار أذبي ومن سامر هلوي وإلا موت الله ونسى بشارة وزيد سنة ما أمسى جارو والدار للناس شر قهرهم وعقاب عيشا كبير لهم بار ايمن دون رسم ولا مهر ولكن هو يؤذي ذا كلامه شفيع الورى والكل يرشى اسامه فلن قائم يوم الحساب مقامه وشيء فما بالعاش خلق امامه وللحب قرب ليس يدرك بالعدو رسول كريم المنتمى والموالد له ها هنا مجد على كل مالد بما هذا الخلق القلى والمعاجد وبالليل الاسراء عدال شاهد له في صفوف الحاضر في العالم العلمي أقم من غلي في بقالات مفسد أنا بابي لله قاعدة مرود بين في كتابه أعود وفي مهند وكم آية تلت على صدق عملي على التوي في الأجماع والنطق في المروي ومن سائر عباد الدوائق قدره فهذا ينقي لرسالات صدره وهذا بإذن الله يقدر أمره فسيرياه جليل ومن كاليسه فهذا بشمس بين قدرين في الجو فلاهيم لا تغفى على قلب مبصر ووصل مقل عندها مثل مبصر إذا قيل من أخبار مدى بأبهر وصفناهم الأعمين وصفا مقصر ومن ذا الذي يأتي على البار بالتلوي ألم يقسم الرحمة ببلاد بإذن هوى ألا أنه معك الخرج وما غوى ومن ذا الذي يحرم من الفر ما هوى وفاهم بلا قدر وعقل بلا هوى وجود بلا من وعلم بلا سامي فلا فضل الا وهو اصل ثيابه ولا خير الا في اتباع كتابه عجائب كسرى اذانت لي ركابه وجود ملق الارض لا ذا في بابه على ثقه في الشاب منه وبالعظيم وجدناه من اخرى وسلك من رابته وجاءوه من لم يات اسفارنا متى سلام لنا الباب متى
I'm
Yeah.
Thank you.